شاف فيها هي اللي دير لنا صحيح هذا المشكل ديالنا الكبير اللي كيتعلق بجميع المغاربه. اهم حاجه عندنا هو الرساله ديالنا كامل كقنيطريين وكامل واحد يمس بالسلامه ديال البلاد والسلامه ديال المواطنين، باش نكونوا واضحين باش حتى شي واحد ما يفهمنا باش يشكل مفهوم غلط. واول شي حاجه انه شي حاجه حنا راه ما عندنا علاقه، اي واحد يمس بالوطن والمواطنين حنا ضده، ما عندنا علاقه لا بداعش لا انفصالي شي واحد، هذا الشيء راه ممنوع. مشاهدينا الكرام مرحبا بكم معنا مرة أخرى. صوت العدالة كتواجه مدينة القنيطرة أمام محكمة استئناف في موضوع ديال بنطازوت. موضوع ديال بنطازوت وقفة تضامنية معاه بطبيعة الحال بنطازوت اللي متبعينو المغاربة 22 سنة ديال السجن موضوع النقاش. معنا رئيس الفرع ديال مركز ديال حقوق الإنسان غادي يعطينا يتكلمنا على هذه الوقفة، إلا كان ممكن أعطينا السبب ديال هذه الوقفة وكذلك بعض المستجدات الحالية في الموضوع. مرحبا مرحبا. بناء على يعني طلب مؤازرة من عائلة المعتقل السابق محمد بنطازوت، ف يعني وعلى العاتق ديالنا أننا يعني والمطلب ديالو الرئيسي هو أنه كيطالب بالبراءة ديالو ولا غير. ف اتخذنا القرار بتوافق وبتنسيق مع المواطنين والجيران ومع العائله ديالهم انهم اليوم، لان كان هو اليوم 14 كنا غنجيبوا اليوم النيابه العامه، فهو باقي متشبت يعني بالبراءه ديالو. احنا من باب المسؤوليه والصغر في المجال الحقوقي فما يمكنش، احنا ملزمون بالتعاون معه وكنت يبقى داك الشيء في اطار قانوني. اليوم كنتفاجئوا بقرار المنع، قرار المنع نورمال مخصص توصلوا به يعني 24 ساعه قبل، ولكن التواصل ديالنا مع الاداره والسلطات يعني كاين بلاغ انه ما يخص لاكوغون المشكل ديال المرض، لان البارح كان الاعلان ديال وزاره الصحه العالميه انه يعني الجائحه والوباء، فاحنا ملزمون يعني ما كاينش تضييق على الحريات الحمد لله. يعني في هذا الاطار هذا السبب ديال المنع واش هو الثقه اللي تسلمته من عند المقاطعه هي مدرج فيها انه بحكم المرض اللي هو تخوف ولا غير مدرجه؟ هو التخوف كاين يعني هذا، وكاين يعني المنع كاين ظروف ما عرفتهاش انا باقي ما عرفتش، المهم جابوا لنا قرارات المنع، ولكن اللي فهمت انه التجمعات ماشي يعني كاين شي خطر، حنا ما كنشكلوا خطر. حنا رساله نوصلوا، جينا اليوم نوصلوا رساله للمسؤولين ان الاخ بنطازوت محمد المعتقل السابق هو بريء، هو بناء على المطلب ديالو فاحنا معاه. قرارات المنع تيجي الانسان الاخوان ديال السلطات حنا كيحملونا مسؤوليه ايه، ولكن حنا غنناقشوا معاهم دان وغنتقبلوا، ما كاينش مشكل مع السلطه، ما عندنا حتى شي مشاكل احنا مع السلطات، ما كاينش مشكل غناخذوا يعني بشكل يعني برحابة الصدر، ما كاينش مشكل. كاين مشكل ديال التجمعات، المرض كاين راه كيف كيعرف كل شيء، المرض فين غير السؤال اللي عطيتك هي انه هذه المساله ديال المرض او شيء من هذا القبيل غير مدرجه في الوثيقه اللي تسلمتو من المقاطعه التابعه للمنطقه. باقي ما تسلمت مساله، باقي انا باقي ما تسلمت بشكل رسمي، باقي ما تسلمت، باقي ما وقعنا حتى شي حاجه. المنع احنا نتسلم ما كاينش مشكل، يعني المنع كيجي اليوم مع الوقفه ديال اليوم راه بشكل يعني قانوني راه خصنا نتسلموا قبل 24 ساعه 24 ساعه قبل 24 ساعة يومين 48 احنا توصلنا به اليوم يوم 8، احنا حاطين الاخبار ديالنا السلطات والتعاون ديالنا مع السلطات يعني بشكل يعني محترم، ما كاينش حتى مشكل. اللي الان بغاو يعملوا يعطونا المنع ما كاينش مشكل، ولكن احنا من الناس المسؤولين يعني مسائل التوابيت والروح الوطنية لا تناقش، احنا مسؤولين على توابيت البلاد وسلامة الوطن المواطنين، يعني وحنا ملزمون باش نعبئوا المواطنين باش نحميوا بلادنا ونحميوا المواطنين ديالنا ونحميوا الوطن ديالنا، يعني ونمس بشي حاجة اللي كتمس المواطنين احنا ضدها، ولكن الاطار اللي هو تعاون وصلوا الرساله ديال الاخ فما كاينش مشكل. مرحبا مرحبا. شكرا لك مشاهدينا الكرام، كما تتبعتم معنا طبيعه الحال الممثل ديال المركز تكلم على الوقفه اللي كاين اليوم وكذلك الوثيقه اللي حاليا موضوع النقاش حول المنع، صراحه وقفه تضامنيه فيها بشكل حضاري فيها جميع المكونات طبيعه الحال ديال المدينه ديال القنيطره اللي كاين تعاطف تام مع بنطازوت حتى يتم بحث دقيق في الموضوع ليتبين فيما بعد من هو الجاني ومن هو الضحيه. مشاهدينا الكرام تعليق المواطن. شكرا. يلا 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 يلا
قبل ما تخرجوا ما تنساوش تفعلوا الجرس وتتابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي باش يوصلكم دائما جديد صوت العدالة.